المشكل الآن هو الدخول في التطبيق، والدخول في التطبيق يقتضي مساهمة الانقلابيين في النيجر، والانقلاب في الانقلابيين في النيجر ردهم أنهم بحاجة إلى وقت لتنظيم الأمور أثاروا نقطتين. النقطة معنا، النقطة الأولى أنهم بحاجة إلى مدة زمنية، وحددوا هذه المدة الزمنية بثلاث سنوات، ليس كمدة يحتاجونها لترتيب أمورهم، وإنما كحد أقصى، وقالوا لنا بالحرف الواحد أنه بالإمكان أن يقومون بهذا العمل في مدة أقل وأقل بكثير، تكلموا عن سنة، وقالوا أنهم بصدد تنظيم مشاورات محلية وجهوية ووطنية بخصوص التصور للحل السلمي، وأنهم بعد الانتهاء من هذه العملية، عملية تنظيم المشاورات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وهي عملية يظنون أنهم سيقومون بها في غضون شهر واحد، سيردون رسميا على المقترح الجزائري. هذا هو الحال بالنسبة لرد الفعل من الانقلابيين في النيجر. نحن نقوم بهذه العملية من منطلق أنها في صالح النيجر وفي صالح المنطقة وفي صالح دول الجوار، لأننا اتعظنا بكل الدروس للمعالجات العسكرية للأزمات السياسية في جوارنا، اتعظنا بما جرى في ليبيا، واتعظنا بما جرى في مالي، واتعظنا بما جرى في مناطق أبعد من منطقتنا في سوريا وفي العراق، وبالتالي نحاول أن نقنع كل الشركاء في المنطقة أن الخيار العسكري ليس في صالحهم، وأنه من المستحيل أن يحل الخيار العسكري الأزمة السياسية المعقدة التي يعيشها النيجر.